أكيد أيضاً يهمنا نعرف أخبار اليوم من الصحف اليومية من زملائنا من قسم الأخبار وزميلتنا وسن صارت موجودة ويانا حتقول لنا أخبار اليوم. صباح الخير وسن. صباح الخير يا أسيل. عجب ما قلت لي صباح الوردي. لا هسه بدي أقول لك دائماً أنت تقولي صباح الوردي مع الأزرق مع ألوان الصيف الجميل أكيد يعني. نفس الصباح صباح شو يسموه هذا خمري عندنا الوردي أيضا البنفسجي مع الأزرق, الأزرق. توارد خواطر اليوم بالألوان. شنو أخبار؟ والله الحمد لله. أنت؟ والله الحمد لله تمام. والله إن شاء الله جميل يعني. بعد الصباح مختلف درجات الحرارة منخفضة شوية, كان الجو حلو, استقبلنا الصبح هيك باجواء بارده مختلفه عن البارحه. لكن هسه يا اسيل شويه الجو بدا يعني صار تراب وهيك, هو من البارحه صاير هالشكل شويه يعني. ان شاء الله يكون يوم جميل على الجميع ويوم نشاط اكتف ان شاء الله الكل ان شاء الله. عندنا مجموعه اخبار لهذا اليوم, منها الطريفه ومنها فيما يخص اخبار المشاهير بالتاكيد, فراح نبدي جولتنا لهذا اليوم يا اسيل. حلو, اخبار منوعه يعني بالتاكيد. أهلا بكم مشاهدينا. اليوم هو الثلاثاء 24 من أيار, جعل الله يوم أمن وسلام وخير. نبدأ وإياكم جولة صباحية مع مختارات من بعض الصحف المحلية والعربية. نطالع أولا بجريدة الصباح, احنا دائما نفتتح بها صباحاتنا. بصمة فن من أجل الوطن في كلية الفنون الجميلة برعاية عميد كلية الفنون الجميلة دكتور قاسم مؤنس عزيز. أقامت كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد مساء أمس الأول الأحد المعرض السنوي الشامل بعنوان بصمة فن من أجل الوطن. ضم هذا المعرض نتاجات ومشاريع الطلبة التي هي خلاصة 4 سنوات دراسية بمختلف الاختصاصات الطباعية والصناعية والتصاميم الداخلية والرسم على الأقمشة, معتمدين في قبول المشاريع وعرضها على جودة الأداء الفني وتأثيرها على المتلقي. جميل هذا الخبر. حلو, إذا مشاريع تخرج لطلاب معهد الفنون الجميلة. وإحنا نعرف أنه كلية الفنون الجميلة دائما حافلة بالإنجازات. بالضبط, ودائما تقام بها معارض وتتفاجئين بأن طلاب بعدهم في مرحلة يبدعون إبداع فعلا ومواهب تبشر بخير, وأنه عندنا فنانين كثر بالتأكيد يعني. إن شاء الله يعني نقول عليهم نجوم صاعدة بالوقت بحاجة المقبل. إلى فرصة فقط بالتأكيد. ننتقل لخبر آخر إلى جريدة المدى, نشرت خبر عادات غريبة لنوم المشاهير. أني تحديدا حبيت هذا الخبر. أوردت صحيفة الاندبنتد أمس مجموعة من عادات النوم الأكثر غرابة لعدد من المشاهير. طبعا أكو إطلالات طريفة راح نمر عليها. توم كروز شخير الممثل توم كروز سيء جدا لدرجة أنه ينام بغرفة عازلة للصوت, إذ حول غرفة صغيرة جدا ومظلمة خلف منزله إلى منطقة عازلة للصوت يتمكن من الشخير كما يحلو له. لا ترى توم كروز يشخر فيعني خلاص بعد. شوفي بكل حالاته ينحب يشخر صح؟ ما اعرف شو يصيح شو يسوي هو ينحب. جواد تحب لي توم كروز انت؟ اي بس مو يشخر انت ما بعرف يعني ما راح يتغير هذا الحب يا بلش خير. لا غرفه عازله يعني نايم باستوديو تقريبا عازله رصاص يعني. لا توم كروز شربين حتى لو يشخر يعني مبارك لعب حضر الفيلم ستيل يو لاف هيم. في ناس مجانين بي 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 بيشخر يشخر. شايفين فيلم محامي خلع تريد طلقة لأنه بيشخر. أيضا عندنا النجم وينستون تشرشل. اعتاد هو رئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل على شرب القليل من الويسكي والصودا قبل أن يأخذ قيلولة مدتها ساعتين, وكان يقول أن هذه القيلولة القصيرة كانت تسمح له بإنجاز عمل يحتاج يوما ونصف اليوم كل 24 ساعة حتى يستعيد طاقته. الوزير البريطاني ورئيس الوزراء البريطاني قالوا له ما تصيب إلا مع هالخلطة العجيبة هذه. شفتي ما مصايب من وين عم تجي يعني من بعد بعد القيلولة بعد. ماريا كاري تقول المغنية كاري أنها تحتاج إلى 15 ساعة من النوم لتغني بالطريقة اللي تريدها, كما أنها تحيط سريرها ب20 جهاز لترطيب الجو ما يساعد على تهدئة التهاب الحلق ويرطب الهواء الجاف. إنه بمثابة النوم بغرفة من البخار بالنسبة إليها, تسوي لها أجواء حتى تقدر تحيي حفلتها و15 ساعة ترطب الغرفة حتى تقدر أنه تقدم نوم تهلي الكهف. 15 ساعة شفتي تقوم تغني
هذا تغني لها ساعة. صدق جواد خلينا نسألك طقوسك أنت قبل النوم. أنا والله النوم كتير مشتت. ما ترطب الأجواء ما الغرفة. أنت هم صرت من المشاهير يعني. ما بحب يكون ما راح علي يعني أي شيء هواء ما يكون عليه بشكل مباشر. أنا كتير مشهور شفت عينك المعجبين المعجبات. إيه طبعا أكيد. خصوصا من خلال صباح سامراء. إيه طبعا نتشرف. المعلومه تبع الغناء انا بعرف اللي المغنيين اللي الاوبرا اللي حتى ترتاح الحبال الصوتيه طبعا لازم بده نوم كثير كثير يعني بس مو 15 ساعه هم على فكره هم دائما المشاهير والممثلين والمغنيين الاجانب تحديدا يهتمون بهاي عندهم عادات غريبه ليس فقط بالنوم يعني حتى بالكلام بالتصرفات بطبيعه حياتهم داخل المنزل صح يهتمون ما اعرف شنو يعني السر بالموضوع لكن يعني نقول ان شاء الله هي ايضا هاي التفاصيل تساعد على النجوميه اكثر الاشتهار اكثر تاكيد وانتقل من شخير توم كروز الى خبر اخر بصحيفه التآخي الزراعه تقرر تسلم المحاصيل من المناطق المحرره بنينوى قررت وزاره الزراعه تسلم محاصيل الحنطه والشعير من المناطق المحرره في نينوى في مقري لها بزمار وربيعه واكد وزير الزراعه فلاح حسن الزيدان ارسال وفد من المعنيين بوزارة الزراعة الاطلاع على أماكن التسلم وآلية تسلم المحاصيل الزراعية مشيرا إلى أن تقديم الدعم اللازم إلى المزارعين والفلاحين في المناطق المحررة من إطلاق القروض الزراعية وتوزيع الحاصدات والساحبات الزراعية والمرشات وغيرها ودعا إلى إعادة الاستقرار والحياة في مناطق نينوى لأنها محافظة زراعية احنا نعرف أنه نينوى تعرضت لداعش ولا زالت خير يعني هسه سمعت الخبر منك حلو. أكثر الفلاحين وأكثر المزارعين كانوا ينتظرون يعني فعلاً ينتظرون انه بعد ما سلموا الدوله مجموعه يعني حنطه وشعير ما استلموا عليها فلوس ولحد الان يعانون وكان هنالك مطالبات حتى بتغطياتنا يعني تغطيات الساعه الثالثه كثيره من المزارعين نينوى معروفه هي ارض زراعيه المحافظات اللي كانت متعرضه لداعش واللي لا زالت تحت سطوه داعش متاذين من هذا الموضوع انه لحد الان ما استلموا بس المناطق اللي تحررت بدات ب ترويج محصولها الزراعي فهاي نقدر نقول بشرة يعني بشرة خير على كل الفلاحين يا أسيل ننتقل إلى الصحف العربية إذ نقرأ في منوعات اللواء اللبنانية من سيربح المليون حصريا على الجديد مضاعفة الجائزة الكبرى واستعانة بالعلماء من إعداد وتقديم الإعلامي جورج قرزاحي يعرض تلفزيون الجديد حصريا البرنامج الثقافي من سيربح المليون اليوم الثلاثاء الساعة 10:30 مساء الجدير بالذكر أن جديد من سيربح المليون هو أن جائزته ارتفعت للمليونين ريال وأن وسائل المساعدة ازدادت واحدة ستضم مجموعة من العلماء وشرط الاستعانة بهم يتطلب تجاوز المتباري لحاجز 100,000 ريال من سيربح المليون رجع بطلة جديدة وبجائزة أكبر طبعا هذا اللي ساعد على ترويج البرنامج وزيادة نسبة المشاهدة مليونين ريال يعني مبلغ فتشي طبعا ويحفز على المشاركة وعنده نسبة مشاهدة مشاركة حتى علماء بهذا البرنامج إذا يعني مدى جدية الأسئلة وتركيزها من أجمل البرامج على فكرة وأنجح البرامج واللي يضيف لك يعني من تتفرجين عليه تطلعين بمعلومات معينة وما تملي من عنده دائما يشدك بشكل مو طبيعي خلينا نشارك منيح جورج قرداحي مو توم كروز أسيل تشاركين تشاركين من سيربح المليون والله الواحد يتمنى بس يراد له يعني معلومات اكثر بالضبط ينمي معلوماته يعني بالضبط لازم مثل ما قلتي انه يجمع اكبر عدد من المعلومات ويتمتع بثقافه اكثر حتى يقدر يشارك وبالتالي يربح المليونين يا تخيلي ان شاء الله نتامل ان شاء الله اكيد بس يمكن اكيد اذا ربحت المليونين بعد خلاص بعد ما اسلم عليك مو صح يلا ننتقل بصفحة حول العالم من جريدة القبس الكويتية نقرأ موضوع بعنوان أوباما يتناول العشاء في مطعم محلي بفيتنام تناول الرئيس الأمريكي باراك أوباما العشاء في مطعم محلي بالعاصمة الفيتنامية هانوي مع الطاهي والكاتب ومقدم البرامج الأمريكي الشهير أنتوني بوردن مساء الاثنين وذكرت تقارير أن أوباما وبوردن تناولا العشاء في مطعم بونتشا هونغ ليان مساء الاثنين حيث شملت الوجبة بعضا من اللحم المشوي والمعكرونة جلس الرئيس الأمريكي على مقعد منخفض من البلاستيك أمام بوردن
وأثناء تناولهم العشاء، ونشر بوردن تغريدة بعد ذلك قال فيها إن تكلفة العشاء مع الرئيس بلغت 6 دولارات فقط، خيالي. وأشار الطاهي الشهير إلى أنه دفع فاتورة الحساب. حلو التواضع والبساطة. حلو، وإحنا نأمل أنه الكل يمشون على هذه الطريقة. صعب ما تكون هنالك وجبات باذخة على حساب الشعب الفقير الجوعان. أكيد، وكون أنه يرتاد أماكن عامة وشعبية هذا دليل على يعني حب الناس له. هاي مو بس المرة الأولى يا أسيل أقرأ هذا الخبر على الرئيس الأمريكي باراك أوباما. صح، أكثر من مرة يعزم عائلته بمطاعم بسيطة ما تتراوح سعر الوجبة 10 دولارات أو 6 دولارات. وحتى قبل فترة قرينا خبر أنه بناته دا يرتادون مدارس عامة يرتادها كل الشعب، مو مدارس خاصة عادية جدا، ويرحون بباص المدرسة ويرجعون بباص المدرسة. نعم. وأحيانا يرحون على احنا بايسيكل. صعب يمكن بعض السياسيين خصوصا إذا كان يعني بمثابة يعني المنصب اللي يتقلده باراك أوباما، يمكن صعب للأسف يعني. شوفي هو يعني بالأساس هو دائما يحكي ويعترف أنه هو من عائلة فقيرة جدا، ويصور بيته القديم ويصور عائلته فعلا. وأمه وأبوه، يعني ما ينكر هذا الشيء، وما يعني ويحب يعيش أجواء شعبه. ولذلك احنا يا أسيل نأمل انه جميع انه يمشون بهذه الطريقه، ولو على قولتك هو موضوع صعب جدا. طبعا جريده الرياض اخترنا من صفحه تحقيقات وتقارير موضوع بعنوان باحثون عن الشهره على حساب القيم بقلم تركي العوفي. انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالآونة الأخيرة مقاطع يظهر من خلالها بعض الشباب الذين يقومون بعمل مقالب مخالفة للآداب العامة وخارجة عن المبادئ والقيم، وغالبا ما تكون هذه المقالب تنفذ باتفاق مع الوالدين الأب أو الأم من أجل الظفر بعدد كبير من المتابعين، والذين يصلون بهم لحد الشهرة التي باتت تمثل المستقبل المنشود لمثل هؤلاء. وقد يكون المردود المادي والكسب السريع أحد المبررات لمثل هذه التصرفات السيئة في ظل ما يعانيه بعض الشباب من الفراغ. ولا شك أن مثل هذه الظواهر السلبية التي بدأت تتفشى بالمجتمع لها انعكاسات قد تعود على الأسرة والمجتمع بشكل سلبي، ولا بد من التصدي لها، خصوصا أنها ربما ستؤثر مستقبلا على تربية الجيل المقبل، إذ أن التربية السليمة جزء مهم في عملية التقدم والتطور. شنو رأيك أنت بهذا الموضوع؟ يعني عادات ممكن بعض العادات القديمة أو بعض العادات المخالفة نقدر نقول عليها للآداب والتقاليد العامة، بالاتفاق مع مثل الكاميرا الخفية يتفقون مع الأب والأم من أجل بيان طريقة تعامل الشباب خصوصا بمرحلة المراهقة مع أهلهم داخل المنزل. يمكن شوية أن يشوف هذا الموضوع يعرضهم للحرج. بالضبط، صح، خصوصا لما يكون الموضوع شخصي يعني داخل البيت. انت مو بالشارع، دائما الانسان بالشارع هو شخصيته غير ما يكون بالبيت ماخذ راحته، ممكن طريقه اللبس، طريقه الكلام. بس القصد من عنده يفوزون باكبر عدد من المتابعين او الظفر بعدد كبير. ممكن القصد من عنده هو خليهم يتعرضون للاحراج حتى يبطلوها هذه العاده السيئه اللي دايما يمارسوها. تتوقعين يعني من خلال انه عرض هذه يعني الفقره؟ يعني اتصور كون انه المراهق دائما صعب السيطره عليه وما ياخذ اراء الاهل، ينتقل من مرحله الطفوله الى مرحله الشباب واثبات الشخصيه وغيرها من هذه الامور. ودائما وخصوصا في اوروبا يعني هو الطفل يعني ما مثلا يعني اللي اقصد انه ممكن انهم ما يخلق بداخلهم بعض الزعل من الاب والام، ممكن انه يقود الى مشاكل، انه هاي اشياء خصوصيه، اشياء شخصيه طبعاً. ليش يعني مو من الواجب وليس من الضروري ان تعرض على شاشات التلفاز ويتابعها الكثير من الناس؟ ممكن هذا ممكن الموضوع بالضبط. شويه يسبب احراج، ممكن يكون بزعل وممكن نفس الوقت يكون تقويم لهم. بالتأكيد يا أسيل. للختام مشاهدينا، مع العرب اللندنية الفوضى الإلكترونية وجه ضربة قاصمة للإعلام الجاد. يمتلك الإعلام الإلكتروني إمكانيات واسعة وجديدة، استطاع تحويل الفضاء الإلكتروني إلى ساحة من الفوضى الفعلية وليست الافتراضية كما يحلو للبعض وصف ذلك. ما وجه ضربة قاصمة للإعلام الهادف بعد سقوط قيود الجغرافيا وحتى سقوط القيود القانونية التي كانت تقيد حركة النشر في الماضي قبل ظهور الإعلام الافتراضي والصحف الإلكترونية. يقول خاطر الشافعي في كتابه الإعلام الإلكتروني وأزمة القيم، مستعرضا التغيرات التي مست المجتمع العربي نتيجة ثورة الإعلام الإلكتروني، إن الفضاء الهائل للتخزين في فضاء الإنترنت جعل الملايين من الأفكار والنصوص الإبداعية المتاحة عبر الإنترنت
معرضة للسرقة والاستيلاء عليها طالما أن الوصول إلى هذه الأفكار والنصوص أصبح مجانياً. يعني إحنا نقول إنه الإنترنت إلى مضار وإلى منافع. أكو سلبيات وأكو إيجابيات بهذا الموضوع، وخصوصاً لما يكون الإنترنت يلعب دور مهم بكسر الإعلام العربي، بكسر بالضبط. الإعلام العالمي أو بكل دول العالم يعني. فهاي فعلا إلى دور كبير بانتشار خبر سواء كان صح أو غلط، وأكثر شيء هو تكون الأخبار المنقولة عبر وسائل الإعلام معظمها يعني مبهرجة وضايفين عليها بهارات، ويعني نادر فعلاً. ما تلقيها صح أخبار صفراء هي مثل ما أقول أو الإعلام الأصفر. فدائما أنا أشوف أنه الإعلام المغرض يستحق أن يوجه إلى ضرب قصم من خلال الإشاعات ومن خلال نشر هذه الأكاذيب عبر الإنترنت يا أسيل. هذا كان آخر الأخبار. آخر الأخبار. وشوفي إحنا أيضا نفس، طالما أنت ذكرتي موضوع وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، جواد كان اليوم موضوع أيضا يخص الإنترنت، ولكن كنا نقدر نتناوله من جانب آخر يا وسن، هو موضوع من جانب الرومانسي مو من جانب الإعلام، الإعلام الرومانسي أو الإعلان الرومانسي. طبعا لا شك إنه المواقع يعني التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية، هي يعني نحن عم نحكي عن مجمل القيم والى اخره بصراحه، ايجابياتها والى سلبياتها اجتماعيه واخلاقيه، ولكن تترك اثرها ممكن حتى على المجتمع وعلى الفرد طبعا. نحن العفو يعني نحن كذابين بحياتنا تمام، لانه شو القيم؟ لو عندنا قيم ما كنا بهالمستويات بنحطها على سلم الدول كلياتها. فبتخيل يمكن الناس بتخاف انه حدا ما عم تعرف ان احنا عندنا وسائل الاعلام كلها بايد سلطات معينه محدده، فهذا الكلام بيهددهم رهيب، يخافوا لحد ما طبعا لانه خارج سلطتهم. ودائما هو الاعلام اللي هو المستهدف الاول والاخير، والاعلام الالكتروني خارج عن اي سلطه. اليوم اي احد ممكن انه يساوي قناه على اليوتيوب او يساوي صفحه معينه ويبث من خلالها مثل اللي صار قبل ايام بالتظاهرات الاخيره يعني. فكان هنالك كلمه موجهه لكل الاعلاميين وكل الاعلام بتوخي الحذر وتجنب الاشاعات، وشكلت فرقه تضم مجموعه من الاعلاميين من الهدف منها هو تلافي الإشاعة. فهاي كانت مبادرة جميلة جدا تضم إلى هذه الأمور اللي احنا خلينا نشوف. جواد خلصت الرسمة؟ ايه خلصت. شوفيها ويانا. رسمتنا كانت عن ال عن ال وسائل التواصل الاجتماعي، البريد تمام، البريد الإلكتروني والبريد وغياب البريد طبعا، هذا وسائل البريد هذا الكائن حلو. اللي هو رمز للتواصل الالكتروني بتعرفي هذا الفيس اللي صار هو رمز ايموشن يمكن يسموه تمام. صار في منه متحرك والى اخره، عم نشوف عم يقضم لازم الظرف، ظرف البريدي، واحنا نقول هيك بدي ياكله يعني تمام، ماكل انت قضى عليه تمام يعني. كيف نشوف الجراد عم ياكل المحاصيل المحاصيل الزراعيه فعلا هو وفعلا هو يعني فكره الرسمه شنو هي يا جواد؟ يعني الهدف منها أو الهدف انه خلاص الالكتروني تواصل الرسائل الالكترونيه قضى على الرسائل الورقيه الورقيه، ما عاد حدا يعني تبادل ابدا يعني. كنا عم نحكي انه في قطاع حلو كامل بالحياه والفكره يعني. حلوه جواد، ما اعرف مين يجيب هذه الافكار شلون يعني يبتكر افكار يبتكر وفعلا هي من وحي يعني الحقيقه، من وحي الواقع اللي احنا نعيشه اليوم، انه وسائل التواصل الاجتماعي هي امست منتشره يعني واصبحت منتشره قضت على هاي الرومانسيه وموضوع الرساله والتزامين. احنا كنا نحكي عن هذا الموضوع انه الواحد يحتفظ برساله بعد ماكو هاي الاشياء راحت صارت هيك من الماضي تحسيها يعني كلش صارت قديمه هيك من اجدادنا، مع انه ما يعني سنوات يمكن الان اللي يستعملها نشوفها نحسها قديم نظرا يمكن لحداثه اللي بدنا نوصل له يعني والتطور اللي احنا بدنا نواكبه. وسن شكرا، انتهت اخباري اسيل طبعا، شكرا لك، وايضا اشكر جواد واشكر كل المشاهدين للمتابعه. شكرا لك وسن.